يعد متحف هيلينيك موتور للسيارات في العاصمة اليونانية أثينا من بين أهم متاحف السيارات في العالم لاحتوائه على العشرات من السيارات التي تروي قصة تطور هذه الصناعة منذ عام 1906. المتحف أسسه سائق سباقات الرالي ثور دور هايغونيس بجهود شخصية، بدأها بنحو 25 سيارة كان يملكها، ثم شيئا فشيئا وصل عددها اليوم إلى نحو 300 سيارة. مراسلنا من أثينا والتفاصيل. في مبنى حلزوني بخمس طوابق يقع متحف هيلينيك موتور للسيارات في العاصمة اليونانية أثينا، متحف يعرض أمام زواره العشرات من أنواع مختلفة من السيارات القديمة والحديثة ومن شركات وماركات متنوعة، البعض منها توقفت عن الإنتاج منذ زمن والبعض الآخر لا تزال قائمة. ولهذا المتحف حكاية ولادة تستحق المعرفة. إنه متحف أسسه سائق سباقات الرالي ثيودور هاجيونيس عام 2011، والذي كان أكبر جامع سيارات في اليونان، وكانت له هواية بإعادة تشغيل السيارات الكلاسيكية، وهذه الهواية أوصلته إلى موقع إنشاء مجموعة صغيرة حتى منتصف التسعينيات. كان لديه أول 25 سيارة، ثم شيئا فشيئا وصل عددها اليوم بحدود 300 سيارة. هذه النسخة من سيارة سباق كان صاحب هذا المتحف يقودها في حلبات السباق، وحصل على الكثير من الألقاب ونال العديد من الجوائز فيها. نقف هنا بجانب معرض جديد مخصص لذكرى مؤسس المتحف ثيودور هاجيونيس وبعض من أهم الجوائز التي تقلدها في السباقات، ونعرض كذلك بدلة السباق والخوذة، وقد شارك في العديد من البطولات، وأفضل نتيجة حققها مع فريقه حصوله على المركز الثالث في سباق لاموند كلاسيك 2010. أما هذه فهي أول سيارة صنعت في تاريخ صناعة السيارات، تعد نسخة نادرة من شركة فورد التي صنعتها عام 1906. هذه أقدم سيارة في متحفنا، إنها سيارة فورد موديل تي 1906، وهي الرابعة التي أنتجتها الشركة، وكانت بمثابة تطور كبير في عالم السيارات، حيث أعطتنا فورد أول سيارة بأسعار معقولة مدمجة في خط التجميع. قامت الشركات المصنعة للسيارات الكبرى بعد فورد ببناء سياراتها على نفس الطريقة. أجنحة عديدة تحوي أنواعا متنوعة ونادرة من السيارات تنقل الزائر إلى عالم السيارات عبر الزمن من خلال نسخ منها لا يمكن أن يجدها المرء في مكان آخر. نحن هنا في الطابق الثالث من المتحف، حيث يسود اللون الأحمر، وهذا اللون الأحمر يعرف في الغالب بأنه لون سباقات السيارات الإيطالية، وقد أصبح مشهورا جدا. نحن نقف بجانب أول سيارة فيراري صغيرة في التاريخ، أول سيارة سوبر جونيور من العلامة التجارية، والتي تعد أيضا واحدة من السيارات المفضلة GTS. ينتقل هذا المتحف بزواره بين تاريخ صناعة وإنتاج السيارات في العالم، بين العتيقة منها ثم القديمة والكلاسيكية فالحديثة والمعاصرة أخيرا كما تصنف هنا، في عرض مجسم لأندر أنواع السيارات منذ أن صنع البشر أول نسخة منها. لتلفزيون البحرين سامان فخري من متحف هيلينيك موتور أثينا.